الرحمن الرحيم. المعلوم أن المذهب الفقهي السائد في بلاد الأندلس عند بداية دخول المسلمين إليها لا سيما في عصر الإمارة هو مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله الذي انتقل مع أهل الشام الذين انتقلوا إلى بلاد الأندلس، ثم بعد ذلك استقر الأمر على مذهب الإمام مالك رحمه الله كحال بلاد المغرب، فبلاد الأندلس وبلاد المغرب يتمذهبون بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وصارت لهم الصولة والجولة، فهم أهل الفتيا والقضاء والمناصب، وكانوا لا يسمحون بانتشار المذاهب الأخرى. وهنا سؤال: هل لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أثر أو ذكر في بلاد الأندلس؟ إن أردنا من ناحية العموم، يعني أن هناك رجلا أو عالما مذهبيا حنبليا تصدر للإفتاء والتدريس، فلا يعرف عن ذلك. نستطيع أن نقسم العلماء المعتنين بمذهب الإمام أحمد في بلاد الأندلس إلى قسمين: علماء عرفوا بنشرهم لمذاهب أخرى لكنهم اشتغلوا على عالم حنبلي أو على الإمام أحمد نفسه، فمثلا بقي بن مخلد عالم ومحدث مشهور لازم الإمام أحمد رحمه الله مدة شهيرة، ولم يكن من عامة الطلاب وإنما كان من خواص الإمام أحمد. فلا يستبعد أن يكون ممن تأثر ببعض أقوال الإمام أحمد، بل بالغ ابن مفلح رحمه الله تعالى حينما ترجم للحنابلة وأورد من ضمن الحنابلة ابن حزم رحمه الله، والسبب في ذلك أنه لا يستبعد أن يكون ابن حزم قد تأثر ببعض الأقوال المنسوبة إلى مذهب الإمام أحمد، بل إن القاضي عياض رحمه الله كان على خلاف ذلك وأشار في ترتيب المدارك أنه لا يستبعد أن يكون هناك جماعة من الرحالة والغرباء ممن وفدوا على بلاد الأندلس وكانوا من الحنابلة، إلا أنهم لم يستطيعوا أن ينشروا مذهبهم، بل مات المذهب بموتهم. وعلشان نحشر مذهب الحنابلة حشر في بلاد الأندلس، فإن هناك جماعة من العلماء ذكرهم ابن مشكوان وأشار إلى أنهم كانوا حنابلة ونشروا مذهب الإمام أحمد، لكنه على نطاق ضيق لأنهم عرفوا بعلوم أخرى مثل محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد الواحد التميمي وأبو بكر المروزي الحنبلي وجماعة أشار إليهم ابن مشكوان.